السلام عليكم، معكم المواطن عبد العزيز الراغي. انا من السكينه ديال القصبه دربيسي، نسكن بدربيسي رقم 24. الاشكاليه اللي كاينه عندنا مع واحد الرياض راه متكي علينا هنايا. هاد الناس هادو عندهم بعض الناس اللي ما مسؤولينش، ما فاهمينش الميدان ديالهم، يعني كتلقاهم حتى الوحده ونص جوج ثلاثه ديال الصباح عاد هما بغاو يعوموا، عاد بغاو يجيبوا الكليان، يبقاو كيتكلموا بواحد الصوت مرتفع اللي ما كيديروش به حساب لا للسكينه اللي دايره بهم ولا كذا، وهذا الشيء راه عيب وما خصوش يكون. انا هذه رساله كنوجهها لكاع الناس اللي كيعملوا في هذا الميدان، وكنوجهها للناس ديال السلطه المحليه، وكنوجهها للموالين الرياضات. الله يخليكم، كل واحد يقوم بالواجب ديالو، علما ان الناس ديال السلطه المحليه كنعرف بانهم راه قاموا بالواجب ديالهم، لدرجه انهم راه استدعوا هذه السيده. هذه السيده راه جات البارح كتستعطف وكتسول عليا باش تعتذر، ولكن ما لقاتنيش، ما كنتش في مراكش. انا كنوجه لها غير واحد النصيحه، الله يجازيك بخير، الله يخليك. احنا ما بغينا نتعرضوا في الرزق ديال شي حد. هاد الناس اللي خدامين عندك، البعض منهم بالاخص واحد الشخص راه ما مسؤولش، خصو يدير بحساب السكينه. راه كنعرفوا الفندقه فن واخلاق وادب قبل ما تكون ممارسه تجاريه. نحترموا بعضياتنا ونقدروا بعضياتنا باش نعيشوا في سلام. اما الا جينا نخرقوا القانون وكذا، راه غادي نوليو كنظلموا بعضياتنا، وغادي نوليو في شي مساطير اللي ماشي لصالحك وما صالح حتى السلطه المحليه، رغم ان السلطه المحليه راه اتصلوا بك وداروا الواجب اللي اليوم، ورغم هذاك الشيء انت تكلمتي وقيله مع السيد اللي عندك في الرياض وما دارش بهذا الحسبان هذا، وعيب وحشومه. خويا والله العلي الكبير شهيد، اش غادي نقول لك؟ هو مره كان كيكون، ولكن في هذه التواخر راه اربع ايام متابعه. وانا اللي خلاني نتكلم هو ان في هذه الاربع ايام هذه كنبغي نشتغل، وكان كنفيق معها الصباح بكري باش 6 الا ربع تلقاني شاد التران باش نمشي للدار البيضاء باش نخدم، كندير لا نافيت باش نرجع في وسط الليل. هذه هي الخدمه اللي كنخدم انايا، كنمشي كنخدم في دوك المصلحات نتاع الاشهار، وكتعرف خصك مجهود فكري وبدني وكذا، كي غادي يمكن لك تخدم وانت يا ماناش وشد الطريق، كي غادي توصل فينا هما الانرجي باش غادي تخدم؟ يعني هذه هي الطريقه اللي انا كنصور بها الرزق ديالي باش نعيش. اذا كانت هي ناقصه وكيجيوها الفلوس حتى لعندها، هذاك سوقها الله يسر ليها، ولكن خصها دير بالحسبان راه كاينين ناس اخرين، نحترموا الاوضاع ديال بعضياتنا. ماشي انت تصوري الفلوس وواحد اخر يخدم حتى هو يصور الفلوس على ظهر الراحه ديالنا، ما جاتش. علاش؟ كاين الضابط القانوني والضابط الانساني. الضابط القانوني كيقول لك بان راه كاينه مساطير قانونيه كتقول لك بان راه 11 اونص حبس، هذا قانونيا في المغرب كله. والضابط الانساني راه كاينين الناس اللي هما مراض، كاينين دراري صغار، كاين الناس اللي هما عيانين. حنا الله يكون في العوان ما بغينا نظلموا حد، ما بغينا نتكرفصوا على حد. ها انت كسمعني تضحك دابا، ولكن ما عندناش حنا مشكل هذا النهار سوقهم هذاك، ولكن باش انا تصوري الفلوس على حساب راحتي ومنها خرق القانون، ومنها تتعطي واحد التصوره اللي هي خايبه على البلاد، لان هذا السائح اللي غادي يجي باش ينزل عندك انت للرياض ديالك، راه جاي قبل ما يجي راه قاري على المغرب وعارف المغرب وقاري الدستور ديال المغرب وقاري على الاعراف وعلى الثقافه ديال المغرب. خصنا نعطيه واحد الصوره اللي هي مثاليه مشرفه، كي كيطلبنا سيدنا وكي كيامرنا سيدنا باننا احنا كاملنا كنسعوا للتنميه البشريه من خلال ماشي غير العمران ولا كل وشرب، راه من ناحيه العقول التنميه البشريه راه داخل فيها الجانب ديال الاخلاق بالدرجه الاولى، المنظومه الاخلاقيه هي اللي داخله في التنميه البشريه. يعني إلا خليتي ناس عشوائيين في هذا الميدان فراه غادي يعطيونا العشوائية، وغادي يعطينا واحد الصورة خايبة على برا، وفي نفس الوقت كنأديو بعضياتنا. لا سيدي، التزم معايا بالأخلاق وبالقوانين ديالك، احترمني
حتى هذاك السيد اللي غادي ينزل عندك غادي يجي من بلاد اخرى راه غادي يحترمك منين غادي يشوف انت شاد الضوابط القانونيه اللي كيامرك بها الدستور المغربي، وغادي تبان انسان حضاري وغادي يعاود يجي عندك مره اخرى. ولكن فاش غادي تبان ليه عشوائي غادي تبان ليه البلاد ديالنا بلاد ديال الفوضى، وبحال هذا النوع هو اللي كيشجع الفوضى وكيبين حنا المغاربه كاملنا خايبين، مع العلم ان المغاربه راه مربيين، وبالاخص فاش كنتكلموا على حي القصبه اللي هو احد الاحياء العريقه والمتجدره في تاريخ المغرب ومتجدره في تاريخ البشريه، ماشي في تاريخ المغرب. اللي قرا على القصبه غادي يعرف راه الصيت ديالها راه وصل للعالميه، راه بالاحياء الاولى في وسط مراكش. الناس ديالها كلهم نخوه، كلهم اداب، كلهم اخلاق، ما ياديكش. القدوه ديالهم هما الناس ديال دار المخزن، كلهم ناس محترمين، عندهم بيض بيض كحل كحل، ما ياديكش. حتى دوك اللي ما سافتهمش الظروف الله يكون في العوان او التقاصب الانحراف، والله ما ياديك، تيبقى داك الشيء بينه وبين نفسه. البعد الانساني والبعد الاخلاقي اللي ترباو عليه جدوده وترباو عليه عائلته حاضر في الشخصيه ديالو. كتلقى مثلا كاع مراه كبيره هازه شي بوطه ولا هازه شي حاجه ثقيله وتيجي يتصرف ويقدم يد المساعده وما ياديكش. حنا القصبه ودخلوها بسلام امنين، ما كاينش اللي ضرك. انا النهار الاول قلت شي بس ما كاين، هذه غادي تكون غير حاله خاصه غادي تدوز عابره. النهار الثاني هكذاك، النهار الثالث نزلت باش نشوف اش واقع. هضرت مع واحد السيد خدام عندها فوسط الرياض، انا السيدة والله ما عرفتها حتى فوسط وجهها كي دايره. نزلت باش نتكلم معاه، قال لك هضر معايا بالاداب. كيفاش اخويا بغيتيني نهضر معاك بالاداب؟ ما سبيتك ما عايرتك ما حتى شي حاجه. انا معصب لان ما خليتينيش نعس ثلاث ايام وانا ما نعساش. وفي الاخر بدات تكمع عليا كارو تسد عليا الباب، علاش؟ لانني قلت لي اعطيني الهاتف ديال السيده المعنيه بالامر اللي هي كتجيري الرياض. وسد الباب وزعما ديك القضيه ديال سير تحدى ودير اللي بغيتي. انا هنا كنبين ليه من خلال المنبر ديال اشواق والمنابر اللي المرافقه الزملاء ديالكم، كنبين ليه باننا حنا راه الناس ماشي ساهلين. غير التزم الحدود نتاعكم الله يجازيكم بخير، نحن لا نريد اذى لاحد، كل واحد يعيش في سلام، ولكن اللي تجاوز الخطوط ديالو راه غادي يلقى شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ما يغركش رجل السلطه الا كنتي كتعرف شي واحد، حنا السلطه كنحترموها وكيعرفونا وكنعرفوهم ناس متخلقين، من القايد للمقدمين ديال القصبه كلهم راه خوتنا هذوك واصدقاء ديالنا ومارسوا معنا الرياضه وكذا، كنعرفوهم وقاموا بالواجب ديالهم وداروا الاخبار ديالهم، داكشي باش هاد السيده جات. ولكن اللي يكون في راسه هو راه شي واحد يقدر زعما يساندو في هادشي اللي كيدير، راه غادي يمشي غلط. راه السلطة عندها حدود وكاين قانون فوق الجميع. حنا ما بغيناش نتجاوزوا الحدود ديالنا، ما بغينا نظلموا شي حد، لأن كاين حتى الوزيع الإنساني. الناس راه قال لي كنديروا عارضة لبعض منهم، قلت لهم ما ديروا لا عارضة لا والو، أنا غادي نتكلف، غادي نعيط على الأصدقاء ديالي اللي هما إعلاميين، غادي يتكلفوا، غادي يوصل هذا الميساج لهاد الناس ديال هاد لي رياض اللي كاينين في القصبه. انا ماشي غنتكلم غير على هاد الرياض، الا كان شي رياض اخر تاو في القصبه راه خصو يتجاوز الحدود، ما يتجاوزش الحدود نتاعو مع السكينه. يعني خليونا نعيشوا في سلام الله يجازيكم بخير، خليونا نمشيو مع المخطط ديال التنميه اللي كدعي ليه المؤسسه الملكيه. راه هكذا كتسيئوا لبلادكم وكتسيئوا لينا حنا كاملين. واحد كيصلح والاخر كيريب، راه ما جاتش. يا اما نصلحوا كاملين، يا اما اللي بغى يتجاوز الحدود نتاعو كان رجل سلطه ولا كان انسان عشوائي راه غادي يجي باير في عظامه كاع من الاخر. لان السلطه راه عندها حدود، وانا ما كنتكلمش، انا ما كنقيش هاد الناس اللي عندنا هنايا، لان هاد الناس راه قايمين بالواجب ديالهم. ولكن اللي هو يكون في وسط التفكير ديالو ان راه كاين اللي غادي يقدر يحميه. لا، راه ما كاينش اللي يحميك، ان البلاد راه فيها هيئات عليا وفيها سلم تدريجي سلطوي غادي. انا ما خفاش عنا نديروا العريضه ونصيفطوها للباشا ونصيفطوها للقائد ونصيفطوها لوزاره السياحه ونصيفطوها، راه بزاف ديال المنابر بزاف ديال الجهات ممكن وغادي يولي تحقيق وغادي تولي هضره. اللهم خلي نشرنا وراه غير بيناتنا دابا حاليا مع خوتنا ومع احبابنا ومع الجيران ديالنا. يتجاوزوا شي حاجه راه تولي هضره اخرى، يدخلوا سوق راسهم ويخليونا نعيشوا في سلام، لان راه كل واحد عنده همه وفيه اللي يكفيه. خويا اش غادي نقول لك؟ لا يسعني الا انني نقول الله يهدي ما خلق. وراه حنا مغاربه راه الاخلاق ديالنا مبنيه على التسامح ومبنيه على التضامن. من هذا المنبر كنشكر الموقع ديالكم اش واقع.
وكنشكر خادم الاعتاب الشريفه وخادم المولوي سيدي عزيز ابو الصواب المناضل والصحفي الكبير ديالنا، وكنشكر الشريفه ديالنا لاله فاطمه الله يبارك لنا في عمرها والله يبارك في عمر سيدي. وحنا راه الشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك، وحنا راه شعب متسامح. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.